أنا سمعت إن هالرجال اللي بيحطونه مدير شهادته مضروبة. مو معقولة، كل شوي طالع عليه سالفة. يا جماعة إيش فيكم على الرجال؟ شلون يحطون هذا مسؤول؟ بيني وبينكم ظهر قوي. يا جماعة الرجال لزيه ويخاف الله، وبعدين لو هالشخص يصير لكم ما يجوز تتكلمون عنه كذي. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين.